في 3 ديسمبر من عام 1993 دخل شاب بعمر 23 سنة لفندق جراند باي ومعه رجلين. الشاب عرف بنفسه باسم خالد بن سعود وأنه أمير سعودي شاب. حجز جناح ضخم في الفندق. كان الأمير الشاب يعيش حياة من الرفاهية في هذا الفندق. يوميا يخرج في جولات تسوق بآلاف الدولارات ويلبس ملابس غالية الثمن، وحتى أنه يملك كلب كان يلبسه الجواهر المرصعة بالألماس. فجأة تعرض الشاب للضرب والسرقة، مما اضطر إدارة الفندق للاتصال بالسفارة السعودية لإبلاغهم بالحادث. السفارة صدمت إدارة الفندق بقولها لا يوجد أمير بهذا الاسم. بكل بساطة هذا الشاب كان محتال وكاذب. بسرعة أبلغت إدارة الفندق الشرطة، لتفاجأ في النهاية بأن الشاب هرب. قصة اليوم ستكون عن الشاب الكولومبي الذي خدع المئات في أمريكا وأقنعهم بأنه أمير عربي. شكرا لدعمكم لورق. في ورق نقدم سلاسل متنوعة، منها ورق في التاريخ والتي نغوص من خلالها في التاريخ ونطرح قصص مختلفة ومنوعة، إضافة لعدد كبير من المواضيع والتي نقدمها في 4 حلقات أسبوعية. ادعم المحتوى الهادف من خلال الاشتراك. خوسيه أنريكي مونيرو من مواليد بوغاتا عاصمة كولومبيا في عام 1970. ولد في فترة حرب المخدرات في كولومبيا، وتقدر الإحصائيات بأن في هذه الحرب ولد 13,000 طفل بدون منزل أو حتى عائلة. كانت طفولة خوسيه قاسية، فعاش أغلب الوقت في الشارع، يأكل من القمامة وينام على الرصيف. في عام 1977 لأول مرة يحصل خوسيه على عائلة، فقد تبنت عائلة كولومبية هو وشقيقه، وانتقلوا من كولومبيا لميتشيغن في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد انتقاله لأمريكا تغير اسم خوسيه ليكون أنتوني جينيا. وخلال فترة دراسته في المدرسة كان أنتوني يكتب كثيرا عن حياته، فكان يخبر زملائه بأن والدته هي المالكة لفندق جراند هوتيل، وبأن والده هو الممثل دون دوليريز. ولكن أكثر الكذبات اللي كان يستخدمها أنتوني كانت بأنه أمير سعودي، وأول استخدام لهذه الكذبة كانت خلال زيارته لمعرض سيارات، وأقنع صاحب المعرض بأنه أمير، فحصل على سيارة فخمة ليجربها. هذه الكذبة كانت البداية لحياة كلها ترف وخداع. استغل أنتوني عدم معرفة أكثر الشعب الأمريكي عن طبيعة العرب وطباعهم، فأغلب معرفتهم عن العرب كانت من خلال الإعلام، وكانوا يرون العرب بأنهم يعيشون حياة من الرفاهية ويصرفون ببذخ دائم. لكن حياة أنتوني بدأت تتغير، فقد انفصل والداه بالتبني، وهذا اللي تسبب في انفصاله عن شقيقه والذي غادر ليعيش مع والده. بعد هذا أصيب أنتوني بالاكتئاب، وعاش فترة من عمره يتنقل بين المصحات النفسية. وبعمر 17 سنة في عام 1987 هرب أنتوني من منزله وعاد للعيش في الشارع. عاد أنتوني للحيلة القديمة وأقنع كل من يقابله بأنه أمير عربي مرة أخرى. أول خدعة استخدمها أنتوني كانت بتأجير ليموزين بقيمة 8650 دولار في عام 1987. ثم في عام 1991 قام بحجز جناح في فندق ريجنت بيفرلي بقيمة 3488 دولار، وفي نفس العام أجر سيارة ليموزين بقيمة 7500 دولار، وجناح في فندق بقيمة 20912 دولار، وبعدها بعامين حجز جناح في ديزني ريزورت بقيمة 14000 دولار. الغريب أن أنتوني كان يتسوق في محلات راقية بدون أن يدفع أي شيء، فقط يقنعهم بأنه أمير. كان أنتوني يتحرك دائما بوجود حراس شخصيين وبسيارات فخمة وملابس غالية، وأيضا يلبس مجوهرات مرصعة بالألماس في عنقه، وهذا اللي يستخدمه في إقناع الآخرين. الأغرب أنه في كثير من المناسبات كان يطلب من الآخرين هدايا تصل أسعارها لآلاف الدولارات ويحصل عليها بكل سهولة. أنتوني تعرض للاعتقال في أكثر من مناسبة بتهمة الاحتيال، وفي كل مرة بعد خروجه يقوم بنفس الحيل ويخدع الفنادق والمحلات
والمستثمرين. كان بعد خروجي ينتقل لولاية أخرى ليبدأ نفس العملية. في عام 1994 تم القبض عليه بتهمة الاحتيال والحكم عليه بالسجن لمدة 616 يوم. المضحك أنه استمر بعملية الاحتيال داخل السجن، وأقنع أحد المحامين بأنه أمير عربي وبأن أسرته ستكرمه إذا أخرجه من هذه المهنة. المحامي استطاع إخراجه بكفالة تبلغ 46 ألف دولار، وأيضا ساعده لإخراج بطاقة ائتمان بحد ائتماني بلغ 200 مليون دولار. شركة أمريكان إكسبرس اكتشفت القصة بعد إصدار البطاقة بوقت وأبلغت المحامي بالموضوع، فتم القبض عليه مرة أخرى والحكم عليه بالسجن لمدة 46 شهر، ولكنه حاول الهرب من السجن فتم تمديد الفترة ل 83 شهر. بعد عام 2000 خرج أنتوني من السجن وعاد لمنزل والدته في ميتشيغان. طبعا بعد فترة عاد لنفس الحيلة، أنتوني عاد لميامي وحجز شقة فخمة هناك، وكعادته كان يسوق أفخم السيارات ويلبس أفخم الملابس. واتصل أنتوني بصاحب فندق فاونتن بلو وطلب مقابلته بحجة أنه يسعى لشراء الفندق. قابل أنتوني الرئيس التنفيذي للفندق جيفري سوفير، وكان أنتوني يسعى لأن تكون له علاقة بجيفري الملياردير والذي يملك عقارات في ميامي ويستفيد من الهدايا التي سيرسلها جيفري له. وفي يوم كان أنتوني وجيفري في عشاء، فطلب أنتوني وجبة لحم خنزير، وهذا الخطأ الذي وقع فيه. جيفري لاحظ الأمر، وبعد العشاء عين جيفري فريق بحث خاص لمعرفة حقيقة هذا الشخص، ليكتشف في النهاية بأنه مدعي وتم القبض عليه سابقا. أنتوني استطاع الهرب عند معرفته بأن جيفري كشف كل شيء، فسافر لباريس ثم انتقل لهونغ كونغ، وأخيرا تم القبض عليه عند عودته لنيويورك في مايو من عام 2019، فحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة بتهمة سرقة 8 مليون دولار من مستثمرين. هذه القصة الغريبة ظهرت للإعلام في بدايات عام 2020. الغريب فيها هي قدرة هذا الشاب على إقناع الجميع بكذبة من السهل اكتشاف حقيقتها. إذا عجبك المحتوى ادعمنا من خلال الاشتراك، وممكن تشوف هنا فيديوهات أخرى لورق في الجريمة أو فيديو من مواضيع ورق المنوعة.